عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو جديد. كما وعدناكم في الفيديو السابق أننا غندير فيديو جديد على ضرب الأعداد الكسرية، كيفاش ممكن نحسبوا العملية الحسابية بين عددين كسريين. كما قلنا في العدد الكسري في الإعداد إن شاء الله ما نبقاوش نسميه كسري، سيصبح الأعداد الجذرية هو عدد كسري. إذا ناخد مثال 8 على 7 ضرب 4 على 5، فهنا أسهل عملية في الأعداد الكسرية هي عملية الضرب خلاف الجمع ولا القسمة ولا الطرح. الضرب هو السهل، حيث أننا كندير البسط في البسط والمقام في المقام. كيفاش غتحصل النتيجة؟ هي كندير 8 في 4 و7 في 5، يعني مباشرة البسط مقابل مع البسط كندير لهم الضرب، والمقام مع المقام. إذا 8 في 4 32، و7 في 5 35، كنكون انهيت العملية. بالنسبة إلى كان بعض الأحيان تكون عندي هنا ممكن اختزال، هنا ما نتكلموش على الاختزال، نقدر نخليه حتى الفيديو آخر بعد من القسمة نديرو فيديو آخر على الاختزال، يكون خاص فقط بالاختزال. نديرو أمثلة أخرى. عندنا مثلا 10 على 3 ضرب 7 على 9، كما قلنا البسط في البسط والمقام في المقام. إذا هي 10 في 7 و3 في 9، 7 في 10 هي 70 و3 في 9 هي 27. ناخذ أمثلة أخرى. مثال آخر 7 على 11 ضرب 8 على 9، كما قلنا البسط في البسط والمقام في المقام. خصني نكون متمكن من جدول الضرب باش ما نبقاش في أخطاء. إذا غتكون هي 7 ضرب 8 و11 في 9، 7 في 8 56 و11 في 9 99. مثال الأخير 22 على 4 ضرب 4 على 7. هنا البعض غادي يقولنا بأن ممكن نديرو اختزال، هنا قلنا ما نتكلموش نتكلمو على الضرب، الاختزال نخلوه حتى الفيديو المقبل. هنا كاين احتمال ديال الاختزال، باش تمشي 4 مع 4 وتبقى 22 على 7. هنا غادي نحسبو هنا العملية ديال البسط في البسط والمقام في المقام، هي 22 في 4 وفي الأسفل 4 في 7. هنا ممكن نختزلو بأربعة، حنا ما غاديش اختزال كما قلنا، غادي نكملو العملية الحسابية عادي. فيديو مقبل من يكون اختزال خاصني نختزل، لان في بعض الاسئله كيطلب مني عشان احسب واختزل، نحسب وفي نفس الوقت نختزل. بعض الاحيان تكون فقط احسب، يعني ما مطلوبش مني اختزل. اذا النتيجه هنا هي 88 على 28، في حال كان الاختزال غتكون هي 22 على 7، لان ممكن نحيد الاربعه من هنا واربعه من هنا نختزل بها. اذا يكون هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو مقبل غيكون على القسمه، ومن بعد منه فيديو على الاختزال بحول الله. ما تنساوش تابوناو في لاشين، جيم لا فيديو وتبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم. شكرا والى اللقاء.